يحاولون عرض ابتكارهم. في سن صغير استطاعوا التميز في مجال الذكاء الاصطناعي وفك بعض شفراته. لقد دخلت في هذا المجال من أجل لأنه دخلت في هذا المجال لأنه بالنسبة إلي شيء يمكننا استعماله وهو يفيدنا في المستقبل البعيد، يمكننا تطويره في كثير من المجالات. اليوم شاركنا في هذا الإيفنت روبوتيك الذكاء الاصطناعي بروبوس في فيردوليني. هو مجسم صغير، هو اسمه جديد سماربوت. هو مجسم صغير تاع واحد روبو داروه شركات امازون وجوجل. واحد الوقت صار لهم بروبليم تاع ستوك، الوغ داروا هذوما دي روبو سويفر دو ليني باش ياخذوا ينظموا الستوك تاعهم والخدمه تاعهم تكون قد. سويفر دو ليني هذا مش مستعمل غير في المجال هذا، مستعمل في مجالات ياسر. جل المشاركين من فئة الأطفال استطاعوا التفوق في هذا المجال بعد استثمار إحدى المدرسات الخاصة بالشرق الجزائري في الذكاء الاصطناعي. الفكرة في البداية كانت مدرسة لغات عادية فيها دروس الدعم واللغات، من بعد كان دعم الزوج تاعي اللي هو عنده شهادات عليا في الإعلام الآلي ودار دي فورماسيون خارج الوطن، دار دي فورماسيون خارج الوطن في مجال الروبوتيك والذكاء الاصطناعي. جاتني الفكرة انه علاه ما نحلوش هذا الروبوتيك في المدرسة تاعنا تاع اللغات باش تكون بمزج بين اللغات واللغات التقنية. الاعتماد على نمط جديد من التعليم والتركيز على الجانب التطبيقي لرعاية الكفاءات منذ الصغر هو مطلب العديد من الفاعلين. الطريقة أو الأسلوب في إحياء تظاهرة مثل هذه، إشراك الأطفال في مشاريع لتحمل هذا الثقل، هي نوع من التمهيد لخلق علماء صغار بارعين، نوع من تأسيس لمنعرج جديد في تربية ومرافقة أبنائنا. يبقى أننا يجب أن ننحني أمام ذكاء هؤلاء الذين نشطوا هذا اليوم المفتوح اللي يسمح لكل الخبراء في هذا المجال أنهم يثروا جانب الذكاء الاصطناعي. ويحاول المنظمون لهذا الحدث تطوير مهارات الأطفال المبدعين وإلحاقهم بعالم الإنتاج في السن المبكر، غير أن نقص الوسائل في العديد من المناطق بالجزائر من شأنه أن يعيق العديد منهم. هنا نشأ جديد يحاول أن يرسم ملامح عالمه بأنامله. كفاءة في سن صغيرة استطاعت أن تساهم في مجال الذكاء الاصطناعي، ويبقى كل الأمل في إيجاد حاضنة ترعى مواهبهم. من الجزائر سارة بانا اليوم.